طبعا بهذا الفيديو ما اريد نشير الى انه الالحاد هو جانب الخير وعكسه ان الاعتقادات الاخرى تمثل جانب الشر، او انه الالحاد نعمه وغيره نقمه، مجرد هي اشاره الى بعض الايجابيات اللي رافق ظهورها وظهور موجه الالحاد اللي كانت منتشره قبل فتره. فاذا كنتم مستعدين ربطوا احزمه الامان جيدا، راح نقلع بحلقه جديده في سماء برنامج معادله. من الإيجابيات اللي انطرحت ورافق ظهورها ظهور الإلحاد أنه بعض الملحدين يطرحون أسئلة جريئة أو أسئلة حقيقية يصعب على الإنسان المؤمن أو المتدين بدين أنه يطرحها، خوفاً من دينه أو خوفاً من المتسلطين على هذا الدين، أو ما يمتلك الجرأة الحقيقية أنه يطرح هاي الأسئلة. فهذا الشيء خلى ذول الملحدين أو اللي ينكرون كل هاي الأديان يطرحون أسئلة جريئة حقيقية تخلي الإنسان يعيد تفكيره بهواي من الأمور والمواضيع اللي كان معتقد بها بدون تفكير وبدون بحث وبدون دراية، مجرد هو تقليد الآراء السابقين أو تقليد للبيئة الموجودة والمعاصرة. كذلك من الإيجابيات اللي ممكن نلاحظها أنه بأخذنا للروايات والأحاديث اللي ننقلها من السلف السابق، يعني ناخذ فقط يعني التصحيح الروايات، ناخذ فقط الجنبة الروائية، الجنبة السندية، جنبة النقل، ما ناخذ الجانب العلمي هذا سابقاً. الآن بالإمكان أن نصحح كثير من المرويات والموروثات بأخذ الجانب العلمي ومقارنة بعض المصطلحات الموجودة داخل الرواية أو داخل المرويات، نقارنها ويفد أبحاث علمية حديثة ونظريات علمية، وبذلك نصحح كثير من الموروث الروائي. ممكن هواي من الموروث يطلع خاطئ أو يحتاج إلى تعديل، فهذا أحد الجوانب المهمة اللي رافق ظهور الإلحاد. كذلك كثير من رجال الدين كانوا يعيشون بجو مغلق فقط، هو جو الطائفة أو جو المذهب. الآن بات التصور والفكر أوسع بهواي. لما انطرحت قضايا وإشكالات على الدين، ظل هذا رجل الدين يحاول يقف ويصد هاي خلينا نقول الهجمات أو هاي الأسئلة. فلما يريد يوقف ويصد، يحتاج أنه يروح يبحث بقضايا أخرى تخص الأديان الثانية أو تخص بعض العلوم، تخص قضايا يعني بخلق الإنسان، بخلق الكون إلى آخره. فتطور الأفق اللي كان يعيش به رجل الدين من أفق ضيق مذهبي اللي ممكن يخليه يتطرف ويتشدد كل ما توسع بهذا المجال المذهبي مالته، تطور إلى مجال أوسع وهو مجال علمي، وبذلك يعني ممكن يخف جانب التطرف الموجود عند كل المذاهب، ويتحول هذا بدل الجهد اللي ينبذل بالتطرف، ينبذل هذا الجهد بمجال ثاني، مجال علمي وإطار علمي، يخلي هذا الرجل الدين شوية متفتح ذهنيا أكثر وبصورة أوسع وأرقى. ممكن عيب على كثير من الشباب أنهم اتخذوا طريق الإلحاد، بس صراحة أنا أشوف هذا الشاب اللي يتوجه لهذا الطريق ويروح يبحث بالكون وعلوم الكون وفيزياء وثقوب سوداء وتكون المجرات والانفجار الكبير، الإنسان شلون بدأ، نظرية التطور، الخلق، النشوء، الارتقاء، نظرية الأوتار، الكيمياء، المركبات الكيميائية، المعادلات الكيميائية، قضايا علمية كثيرة ممكن يروح يبحث بيها ويتوسع ويتعمق بكل هاي العلوم، وبعدين ممكن كل هاي الأدلة بالأخير تقوده إلى وجود خالق حقيقي لهذا الكون. هذا الإنسان اللي يتوجه لهذا الطريق حتى لو ما صار مسلم، مجرد أنه اكتشف بالأخير أنه ما ممكن هذا الكون الواسع يجي يتكون بدون وجود خالق، هذا أفضل أعتقد بمئة مرة من شخص ولد بيئة إسلامية أو بيئة مسيحية، يعني أي بيئة دينية، وترعرع ونشأ بهاي البيئة وبقى داخل هاي البيئة بدون أن يبحث عن كثير من المعتقدات اللي ورثها من آباء أو من مدرسته ومن بيئته اللي كان عايش بها. فهذا الشخص اللي بحث انطلق بهذا المجال الواسع أفضل بهواي من هذا الشخص اللي بقى بهذا المجال الضيق، وممكن هذا المجال الضيق ما يقوده إلا للتطرف أو الاعتقاد اللي أصلاً نفس الخالق ما يريده، هذا الاعتقاد المنسوخ أو الاعتقاد يعني المأخوذ من أشخاص آخرين. التقيت بهوكينغ على هامش بعد العشاء بالحقيقة، المؤتمر، وجيت عليه وقلت له بروفيسور هوكينغ، هل ترى أن وراء المعادلات الكثيرة التي نكتبها يوميا على اللوح ونعرضها للناس ونناقشها، هل ترى قوة أخرى لا تصفها المعادلات الرياضية؟
فكان طبعا يتكلم بس ببطء شديد جدا بحيث لا تفهم ماذا يتكلم، ومعاه شاب من الشباب المساعد يعني الخادم له كان يترجم الكلام من انجليزي الى انجليزي، بس انجليزي بطيء الى انجليزي مفهوم. فقال لي هوكينج: ان كان من شيء ما وراء المعادلات ولا تصف المعادلات فلا بد ان يكون معقولا. قلت له: وهل ترى احتماليه وامكانيه ان تتوصل عقلا نظرا الى مثل هذا؟ لمعت عيناه، انا اذكر جيدا لمعت عيناه وهو يطلع بوجهي وعرف شو اقصد، يعني اقصد الله، هل ستصل الى الله؟ قال: انا امل ذلك. I hope so. I'm looking for him. هذا كان سنة 77، لا سنة 78. فهي كانت مجرد إيجابيات رافق ظهورها ظهور الإلحاد، إضافة لوجود عدد من الإيجابيات الأخرى طبعا اللي ممكن تتفرع من هذا الحكي اللي قلناه، واللي ما يتسألها طبعا الفيديو حتى نذكرها. وطبعا هذا أكيد مو دعوة لسلوك هذا السلوك أو السير بطريق الإلحاد، لا، فقط مجرد ذكر للإيجابيات. وأيضا أحب أقول أنه دليل الإلحاد دليل غير تام، يعني ماكو دليل حقيقي يثبت عدم وجود خالق لهذا الكون، هي فقط هناك أدلة تشير أو تتناقض ويا بعض الأديان أو تنفي بعض معتقدات الأديان أو الضد، يعني تعمل بالضد من الأديان صحيح، ولكن أدلة تنفي وجود خالق هذا الشيء غير موجود. لذلك لازم تتابعونا وتتابعون كذلك الفيديوهات الموجودة الأخرى اللي تلقوها أيضا بالروابط، وكذلك أكو مجموعة أزرار تظهر أمامكم تقدر تدوسهن كلهن مثل الاشتراك والمشاركة وغيرها. وشكرا للمتابعة، نشوفكم بالفيديو الجاي.